وضع صعب بكثير، منها صار فلضت كبدنا بدون اي سبب، راحت تمشي ما فيش فيها شيء، روحت ميته. فاحنا بنتقدم في شكوى للوزاره اللي تحقق في الموضوع. مشكله كبيره اللي بصير في البلد، مش معقول استهتار. مش تجار، التاجر باخذ وبعطي، هذول مش تجار، هذول جشعين بيعملش اللازم. عنده 50 واحد مستني فوق، وعنده حالات ولاده مش ملاحق يلحق الطبيب، بتشوفش اشي، لا بيعطي هاي حقها ولا بعطي هاي حقها. التجاره منيح اعطي حدا حقه، بس انت مش معطي حدا حقه. المشكله انه مش فاضي يشوف حدا.